هذا يسأل إنه ما أدى الحج ويريد الحج، ولكن ما معه، يقول يظهر من سؤاله إنه ما معه نفقة تمكنه. أنا أقول انتظر، إذا ما معك نفقة للحج انتظر إلى أن يكون عندك نفقة. أما إذا كان ما عندك نفقة للحج إن الحج لا يجب عليك، قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأنت غير مستطيع. فإذا توفر عندك مال يكفي للحج وجب عليك الحج، إذا ما لم يتوفر فلا يجب. ولا يلزمك أنك تقترض أو تستدين من أجل الحج، لا، لا تستدين ولا تقترض. إذا حصل لك مال يمكنك من الحج بدون استدانة وبدون قرض حج، وإلا الحمد لله، ما أوجب الله عليك الحج وأنت لا تستطيع.